يمكن ما حدش كتير يعرف عن الموضوع ده، لكن الرئيس مبارك ظهر في أكتر من فيلم في السينما. تعالوا نشوف سوا إيه الأفلام دي وإيه قصة المشاهد بتاعته اللي اتحذفت. شهد عام 1951 أول ظهور للطيار محمد حسني مبارك على شاشة السينما، وده لما شارك بشكل عابر كضابط طيران في فيلم ليلة الحنة. الفيلم كان من بطولة الفنان الكبير كمال الشناوي وشادية وماري منيب وسراج منير وإخراج أنور وجدي. وبالرغم من تصوير المشهد واللي اتعرض فعلا في السينما، إلا أن تم حذف اللقطة من الفيلم بعد كده وما اتعرضش، ويقال أن المشهد ده اتحذف بعد كده بأمر مبارك نفسه. ومع الفنان كمال الشناوي برضو كان الظهور الثاني سينمائيا للرئيس الراحل محمد حسني مبارك في فيلم وداع في الفجر، واللي اتعمل بعد الفيلم الأول بخمس سنين، وتحديدا كان سنة 1956. الفيلم اتصور مشاهد كتير منه بمقر الكلية الحربية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وظهر مبارك بالفيلم مؤديا شخصية قائد سرب الطيران اللي بيوجه الطيار كمال الشناوي لأماكن تواجد العدو وخطة ضربه. الفيلم من إنتاج وسيناريو وحوار الفنان سيد بدير وإخراج حسن الإمام، وشارك في بطولته شادية ويحيى شاهين وسراج منير وعبد المنعم إبراهيم. بعد حوالي 22 سنة كان الظهور الأشهر للرئيس مبارك في السينما. في سنة 1978 بدأ ظهور اللقطة التسجيلية الشهيرة لمبارك أثناء الإعداد للضربة الجوية الحرب السادس من أكتوبر، وكانت البداية مع فيلم العمر لحظة إنتاج وبطولة الفنانة ماجدة الصباحي، وظهر مبارك كقائد طيران في مشهد قصير من الفيلم اللي أخرجه محمد راضي. وشارك في بطولته أحمد مظهر وناهد شريف ونبيل عبيد ومحمد خيري، إلا أن هذا المشهد تم حذفه أيضا من الفيلم الشهير، واتقال وقتها أن المشهد اتحذف بأمر الرقابة بسبب ظهور موقع عسكري، وده المكان اللي كان واقف فيه الرئيس مبارك وسط الخطط والأوراق العسكرية. في سنة 2001 اتعرض فيلم جواز بقرار جمهوري، واللي كان من بطولة الفنان هاني رمزي والفنانة حنان ترك، وبتدور أحداثه حوالين شاب مصري فقير بيعيش في حارة ميمون القرد بقلعة الكبش، وبيشتغل في وزارة الخارجية وبيبعت دعوة زفاف لرئيس الجمهورية محمد حسني مبارك، وبالمصادفة يقبل الرئيس الدعوة، واللي بيظهر في آخر الفيلم بس مش حقيقي وكان فوتوشوب.